جمعية غاثية تركية تقوم ببناء 9 مساجد في الدولة الإفريقية دولة النيجر. هذا الأمر رائع للغاية وجعل هناك حديث كثيرة في الصحف التركية وأيضا العربية التي أشارت بالفعل إلى قيام الدولة التركية بمجهودات كبيرة في القارة الإفريقية. دعونا نلقي نظرة على تلك الصورة التي لدينا والتي توضح هذا الأمر. مجهودات كبيرة تبذل من جانب الجمعيات الإغاثية الإنسانية في هذا المجال بتلك الدول الإفريقية الفقيرة. أمام حضراتكم هيئة الإغاثة الإنسانية التركية الإيهاها تقوم بافتتاح 9 مساجد في مناطق مختلفة في دولة النيجر، وأضافت الهيئة أنها تواصل دعم المظلومين والمحتاجين في شتى أنحاء العالم، ولفتت إلى أن افتتاحها ل9 مساجد في النيجر في الآونة الأخيرة، وقامت أيضا بتزويد كل منها بنظام طاقة شمسية فضلا عن توفير أجور الأئمة فيها لمدة 2 عامين، وأشارت إلى أنه يمكن لآلاف المواطنين النيجيريين